حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقده قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان: كان الحسن بن عماره جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمع شبيب من عروه فاتيته فقال شبيب اني لم اسمعه من عروه قال سمعت الحي يخبرونه عنه